يعطيك العافية يا أبو سليم. الله يعافيك يا رب. أنت اللي هلقتني شو خلص خبيث. والله موتت من الجوع. من الصبح وأنا بلفلف أدور على رزقنا. والله تغلبت كثير لما ولعت النار. يا أم سليم لسه ما تعلمتي. وأنا اللي كنت مفكرك ملكة النار بعد سنة من الحرب. ملكة النار. ايش صار معك بجرد الغاز؟ بكره ان شاء الله. على اساس بدك تجيبها اليوم؟ مش لو جبتها كان خلصت اخبز واطبخ بدل طلعان الروح اللي انا فيها. ايش؟ طيب اعمل حسابك ما فيش غاز. نعم. طيب. لانه طابور الغاز بيوصل لعند مخر عوده. غير هيك الحراميه على دفا مين يشيل؟ قبل اسبوع جارنا ابو توفيق وهو بعبي الجره راح يفك مصاري علشان يدفع، رجع لقاها مسروقه. ويا ريت على قد هيك راح يدفع مصاري، قالوا له المصاري ما بتمشيش. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعين الناس على اللي بيصير. والله تعبنا. طيب ايش طبخنا اليوم يا ام سليم؟ مش بس نخلص خبيث بنشوف ايش بدنا نطبخ. هو في غير المعلبات البازيلا او الفاصوليا او العدس؟ فيش اشي في السوق زي الناس وكل اشي غالي. يا زلمه كيلو البتنجان ب 80 شيكل، اللي كانت البوكسه ب 2 شيكل. يا حبيبي الدنيا مزنقه علينا حتى في الاكل. بالله تشدي ايدك يا ام سليم، خلينا نطفح اليوم. سلمى في الشغل كانت عدد. وينك يما يا سلمى؟ الله يحفظك ويوفقك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. والله عمال بفكر فيكي. مين تتعب؟ بتعرفي؟ ناس الشارع شمتني في الهدل. يسلموا ايديكي. وايديكي يما. هم انا عندي اغلى منك انت واخوكي. كل دقيقة بفكر فيكم ومستقبلكم. حبيبتي يا امي. ما تفكريش كثير. خلينا نعيش كل يوم في يوم. شكلكم بتقضوها حب وغرام انت وامك. انهوري متت من الجوع من الصبح وانا على لحم بطي. تعالي خلص عجينة في الاكل. شكله ابوك عصب. حاضر يا ماما. طول بالك يا بابا، واللي بدك اياه بصير. اهم اشي كيف حالك اليوم؟ والله يابا ولا اشي راضي يزبط معك. رحت الصبح اقبض بدهم 20% من القبضه. قال ايه؟ عموله. النصب صار عيني عينك في هالبلد. قال 20%. قال ما هو الشاطر اللي بده يغنى ويعمل ثروه من دم هالشعب في الحرب. يا رب ناكل اليوم يا ام سليم. يا رب ناكل اليوم. حاضر. كيف الشغل يا ام سلمى؟ الحمد لله. بس ايش اقول لك؟ لما اقول لك كثير متعب وفي شيء كثير. وكل ما نروح لمركز لواء ولا حاره نوزع كابونات بعض الناس بيهجموا علينا. في شيء وعي ولا نظام، بهدل على الاخر. بس ان شاء الله هذا الشغل يكون فاتحه خير. هو صح متعب بس احسن من غيره. الله يعينك. ان شاء الله بس تخلص الحرب بتتثبتي في الوظيفه. بس انت اثبتي حالك في الشغل وتشاطري. والله بتشاطر بس يا ريت يكون بفايدة. لأنه لما بينزلوا وظيفة رسمية بيعطوا الأولوية لناس وناس زي الكابونات بالضبط. وين؟ لهالدرجة بتوصل في أصحاب المؤسسات؟ أكيد مش كل المؤسسات. يابا يا سلمى، إذا ما بتستفيدي من هذا الشغل وبتطلعي بالقصف والخطر، ليش مكملة؟ يا أبويا يا حبيبي، إذا بدي أدور على الشغل اللي يعجبني مش راح ألاقي. شغلي متعب بس بكسب خبرة مع الأيام. جامعة. كان استمريت في التعليم حتى في ظل الظروف الصعبة. بس هاي الحرب منعتنا ان احنا نجدد العقد. احكي عنك يما. صحيح اليوم المصاري اللي اعطيتني اياهم ما رضيوش يمشوا. قال ايش؟ العشرين عليها مزدق والعشرة منها مش عاجبه. بياعين صار بدهم المصاري على الفرازة. استغفر الله العظيم. يابا انت كل يوم رايحة ورش واجتماعات. مش فاهم ايش بتستفيدي غير وجع الراس. يا حبيب قلبي الاجتماعات مليانه كلام عن حقوق المراه والتغيير. بس المشكله لما ارجع على البيت بصفني بحالي شويه وبحكي ايش هذا
والله ما بنقدر نغير اشي بسهولة. والله بينضحك عليك ويا بنيتي. الناس الانتهازيين قاعدين مرتاحين والشعب مطحون مشغول بالكبانة والمكرونة. ايش بيحكوا لكم بيضحكوا عليكم؟ يا بابا المرشد بتحكي عن المرأة الفلسطينية وكيف بتتعرض للاضطهاد كثير. الحروب ما خلتش اشي، فقدت حتى ابسط حقوقها. بس بذكرونا دايما انه المرأة شريكة الرجل وحققت انجازات عظيمة. انجازات ايه؟ انها تطبخ بمية اقل؟ ولا تحاول تلاقي خبز علشان العيلة؟ ولا تصف الطوابير للكابونة علشان تجيب كيس محارم؟ يا بابا المرأة هي المسؤولة عن بيتها في الحرب، واجهت الرصاص والقصف والتهجير ولسه واقفة. هاي مش بس تضحية، هاي انجازات بسطرها التاريخ. اوف تضحية ويسطرها التاريخ، لا حول ولا قوة الا بالله. البنت اتجنت يا ناس. ولك وين التضحية لما كل يوم بدي ورا كابونة ما فيش فيها الا شوية صلصة وكيس مكرونة؟ اذا هاي انجازات يبقى احنا ضايعين يا ناس. ما تستهينش في اللي بنتك بتعمله يا ابو سليم. المرأة الفلسطينية قدمت كتير وفي كل مكان بترفع الراس. بس هاي الحرب والوضع غير بس هاي الحرب والفقر غير الوضع. سليم يا بطاطا، الله يا بندورة بندورة بندورة. الله يعطيك العافية. طيب الله يعافيك. قديش البطاطا اليوم؟ بمليون. والله. طيب والبندورة؟ برضو مليون. يا حبيبي البندورة صارت قطعة أثرية يا ناس، لازم نحطها في المتحف. Thank you.
Thank you.